فيديو جديد ومعلومة جديدة وخبر جديد من قناة كلام كل يوم. في البداية ما تنساش تضغط اشتراك في القناة من العلامة الحمراء أسفل الفيديو حتى يصلكم كل جديد. خدمة جديدة يطلقها البنك الأهلي المصري لشحن عددات الكهرباء مسبقة الدفع عبر التطبيق الإلكتروني الكهرباء خالص، في تعاون يستهدف تدعيم دور التكنولوجيا في تسهيل الحياة اليومية للمواطنين. أعلن البنك الأهلي المصري بالتعاون مع شركة خالص لخدمات المدفوعات الرقمية التابعة لشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية إي فينانس والشركة القابضة لكهرباء مصر وشركة دلتا لتوزيع الكهرباء عن إطلاق خدمة شحن عددات الكهرباء مسبقة الدفع عبر التطبيق الإلكتروني الكهرباء خالص. وصرح هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري إن إطلاق هذه الخدمة الجديدة يستهدف إضافة وسيلة سهلة لزلاد المدفوعات بشكل عام ومدفوعات الكهرباء بشكل خاص، حيث تم إطلاق خدمة الدفع عن طريق الأونلاين مع بداية أزمة انتشار فيروس كورونا، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لشركة خالص، وذلك استشعارا لتزايد الحاجة إلى تفعيل أوسع للخدمات الإلكترونية من أجل التيسير على المواطنين في شحن عددات الكهرباء بدرجة أعلى من المرونة، وكذلك تقليل الزحام بمقار سداد المستحقات حفاظا على الصحة العامة للمواطنين وتقليل فرص انتشار الفيروس، وهو ما يأتي تماشيا مع خطط الدولة للحفاظ على صحة المواطنين. وأضافت داليا الباز نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري إن إطلاق التطبيق يساعد على توفير آلية مبتكرة لتسهيل سداد مدفوعات الكهرباء من المنزل وباستخدام تطبيق بسيط على الهواتف المحمولة، حيث سيقوم كل من البنك الأهلي المصري وشركة خالص بتسوية كافة المعاملات الخاصة بالمواطنين فيما يخص بطاقات الكهرباء مسبقة الدفع بموجب الاتفاق الذي تم بين شركة إي فينانس والبنك الأهلي المصري، والذي يستهدف إتاحة الخدمات والمنتجات المصرية التي يقدمها البنك من خلال المنصات الإلكترونية التي تديرها إي فينانس، والتي أثبتت كفاءة عالية بفعل البنية التحتية التكنولوجية المتطورة التي يمتلكها البنك والشركة وكذلك كوادرها البشرية المحترفة للجانبين. وأكد إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة إي فينانس إن التطبيق الجديد يدعم مجموعة واسعة من عددات الشركة الكبرى، كما يتيح لمستخدمي شحن بطاقة عددات الكهرباء مسبقة الدفع باستخدام خاصية الدفع بدون تلامس NFC على الهواتف المحمولة من أي مكان وفي أي وقت، وبموجب تلك الخاصية سيتم خصم القيمة المدفوعة من حساب المستفيد عبر تطبيق الكهرباء خالص المتاح حاليا كمرحلة أولى على جوجل ستور نظام أندرويد، والذي يتم تحميله على جميع الهواتف الذكية بطريقة بسيطة. معربا عن فخره بالثقة الكبيرة الممنوحة من الحكومة ممثلة في الشركة القابضة لكهرباء مصر لشركة خالص من أجل تقديم هذه الخدمة للمواطنين وبالتعاون مع البنك الأهلي المصري أكبر البنوك المصرية، ومؤكدا على أن إي فينانس باعتبارها زراعة تكنولوجي للحكومة تعمل دائما على تخفيف العبء على المواطنين وتسهيل حياتهم اليومية عبر تسخير التكنولوجيا في كل المهام اليومية بما يتماشى مع الاستراتيجية المصرية للتحول الرقمي والشمول المالي وتقليل الاعتماد على الكاش والتحول إلى مجتمع لا نقدي. ومن جانبه صرح الدكتور خالد التستاوي العضو المتفرغ لشؤون شركات توزيع الكهرباء إن إتاحة هذه الخدمة يأتي في إطار التعاون المستمر والمثمر دائما بين الشركة القابضة للكهرباء وشركة خالص لرقمنة الخدمات والسداد الإلكتروني، حيث بعد تطبيق الكهرباء خالص ضمن خطة الدولة لتقليل التداول النقدي وتحقيق الشمول المالي. وشكرا للمتابعة. في نهاية الفيديو، لو دي أول مرة بتشوفونا ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان توصل لكم الفيديوهات الجديدة أول بأول.